بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أبوابا متفرقة في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد وسد ذرائع الشرك، وقد بوب لبعض هذه الأبواب بباب حماية النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد. وأضفنا إلى هذا الباب أبوابا عقدها متفرقة في الكتاب تدور حول نفس المعنى. هو قد ذكر في هذا الباب النهي عن الغلو فيه عليه الصلاة والسلام، وذكر الأبواب التي تتعلق باتخاذ القبور مساجد والذبح لغير الله فيما ظنها في الكتاب، فجمعناها في هذا الباب. نقول من حماية النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد من وسد ذرائع الشرك الأكبر والأصغر، نهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، وأحاديثه مستفيضة في الصحيحين وغيرهما. وهذه القضية قضية عظيمة الأهمية ومن الخطورة بمكان، إذ انتشرت القباب على القبور والمساجد المبنية عليها تقصد بالتعظيم والصلاة فيها. وصنف المبتدعون في فضائل هذه القباب والمشاهد، وجعلوا بعضها أفضل من حج بيت الله الحرام، وتطرق الأمر بعد ذلك إلى حصول الشرك الأكبر والأصغر عند هذه القبور وحولها وبها، فكانت المسألة مسألة فارقة بين أهل السنة وبين أهل البدعة. وأهل السنة يتمسكون بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل البدع يتحايلون ويخترعون الحيل والأباطيل لإثبات مشروعية اتخاذ القبور مساجد. ولذلك صارت علامة فارقة بين أهل السنة وبين أهل البدعة في اتخاذ القبور مساجد وفي الصلاة في هذه القبور. وتميز أهل السنة بالنهي عن ذلك، وكما ذكرنا سعوا ويسعون بما يسر الله لهم من إزالة هذا المنكر الذي هو بناء المساجد. وها كلمة اتخاذ القبور مساجد يشمل عدة أنواع، منها أن يقصد القبر للصلاة، أن يقصد القبر للصلاة متبركا بالصلاة عنده، وهذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يبنى بناء. وأشد ذلك أن يجعل القبر قبلة، يصلي عنده متجها إلى القبر، يجعلون القبر في قبلة المسجد فيصلي الناس إليه ويصلون عنده متبركين بقبر الولي أو من يظنون أنه نبي. ويشمل كذا أشد منه ما إذا جعل القبر قبلة ولو كان لغير القبلة، كأن يسجد للقبر والعياذ بالله، أو يسجد إليه بزعم أن ذلك كالقبلة. وهذا موجود عند الرافضة كثير، وكثير منهم يدخلون إلى مشاهد أئمتهم المزعومة سجدا، يدخلون ساجدين في اتجاه القبر من كل اتجاه، وغلاة الصوفية قد يفعلون ذلك أيضا. ويشمل اتخاذ القبور مساجد أن يبنى بناء عندها، سواء كان القبر في قبلة المسجد وهو أشدها، أو أن يكون في غير ذلك، طالما بنى بناء. القسم الأول قد يقع دون أن يبنى بناء، كما هو موجود في قبور بعض المشهورين
عندنا لم يبنى حولها مسجد، وإن بنيت قبة كالقبر المنسوب لأبي الدرداء في الإسكندرية الذي يسمونه أبو الدردار، فلا تجد أحدا يصلي هناك. وهكذا هناك كثير من القبور بنيت عليها قباب، وإن لم يبنى بناء لكن يذهب الناس للدعاء عندها وقد يصلون حولها دون أن يكون هناك مسجد متخذ للصلاة كوقف. وأما المساجد المبنية على قبورهم بناء على قبور من يظن صلاحهم، فمثل كل من سموهم سيدي فلان، فسيدي بشر وسيدي جابر ومرسي أبو العباس والبدوي والدسوقي والمسجد المنسوب لقبر الحسين الوهمي في القاهرة الذي ليس به شيء من جسد الحسين رضي الله تعالى عنه، لا رأسه ولا غيره، ولا يثبت شيء من ذلك تاريخيا، أعني من نقل الرأس إلى هذه القبة المضروبة التي يقصده الناس ويرونها مفزعا يفزعون إليه عند النوائب. نقول إذن هذه الصورة اتخاذ القبور مساجد تشمل من قصد أن يصلي عند القبر، وأشد ذلك أن يتخذ القبر قبلة ولو إلى غير القبلة وأن يسجد له. والصورة الثانية تشمل أن يبنى عنده بناء يتخذ مسجدا، المقصود منه أن الناس يأتون إلى هذه البقعة للصلاة أصلا، فإذا بني بناء فقد اتخذ القبر مسجدا، وأشد ذلك أن يكون القبر في القبلة، فيجمع بين أنه اتخذ القبر مسجدا وصلى إلى القبر. وصورة ثالثة أن يصلي عند القبر لا لقصد القبر ولا لأجل التبرك بالصلاة عنده، ولكن يجعله يعني كان مارا بمسجد به قبر فصلى، فقد اتخذ القبر مسجدا لوجود البناء الذي صلى فيه، وإن لم يقصد تعظيم القبر بالصلاة عنده، وإنما صلى صلاة مار لم يجد مسجدا إلا ذلك. فهذه الصورة أيضا داخلة في اتخاذ القبور مساجد لأجل وجود البناء الذي عظم وإن لم يقصده الذاهب، لكن الفرق سيظهر في حكم الصلاة بين هذا الرجل الذي لم يقصد تعظيم القبر بالصلاة عنده وبين من قصد ذلك. عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الآخر ذكر أم حبيبة أم سلمة لأنهما اللتين كانتا بأرض الحبشة، ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. قالت عائشة ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أولئك شرار الخلق الذين جمعوا بين فتنة القبور وفتنة الصور التماثيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية هؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل، يعني ما كان على مثال حتى ولو كان مرسوما فهي صور ومآلها إلى أن تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي وقع من قوم نوح حين عكفوا على قبورهم وصوروا ودا وسواعا ويغوث ويغوق ونسرا، ثم طال بهم الأمد فعبدوا تلك الأوثان وصارت أوثانا تعبد من دون الله. قال أولئك شرار الخلق عند الله دليل على تحريم هذا الفعل، وسيأتي مزيد بيان لهذا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لولا ذلك أبرز قبره، سيأتي في الرواية الآتية.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها. أصابه الضيق من الحمى، إذا أصابه الغم بسبب الحمى كشف الخميصة. فقال وهو كذلك: لاتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. وفي رواية ثابتة: اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وهذا دليل على أن عموم النهي يشمل قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة خشوا أن يجعلوا قبره منفردا فيقصده الناس فيصلون عنده، فجعلوا قبره في بيته صلى الله عليه وسلم ملاصقا لمسرده المبني قبل القبر، لم يبنى من أجل القبر، إنما بناه الرسول صلى الله عليه وسلم لعبادة الله وحده لا شريك له. ولا يبد للناس أن يقصدوا المسجد للصلاة، فجعل الصحابة هذا الأمر لكي لا يفرد الناس القبر وبقعة القبر بالصلاة عندها، بل لابد أن يأتوا إلى المسجد. ثم جعلوا حيطانا واسعة حول الحجرة بعد أن فرغت بموت عائشة رضي الله عنها، حتى لا يصل الناس إلى داخل الحجرة. وأما في حياة عائشة رضي الله عنها فلم تكن رضي الله عنها ولا كان الصحابة ليمكنون أحدا من الدخول إلى الحجرة من أجل الصلاة عند القبر، فهذا مما لا شك فيه أنهم كانوا لا يمكنون أحدا من ذلك. ولا نقل عن الصدر الأول قط أن أحدا استأذن على عائشة ولو مرة واحدة من أجل أن يصلي عند القبر في حجرتها. وأما عائشة نفسها فالذي يظهر أيضا من عدم النقل لأن بالخروج أنها كانت تصلي في حجرتها كما كانت تفعل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا الذي يمتنع هو الصلاة إلى القبر، وأما ما كان اتفاقا دون قصد ولم يبنى بناء، وإنما البناء مبني من البداية كحجرة سكن لعائشة رضي الله عنها كمنزل لعائشة، والمسجد مبني قبل ذلك ببناء النبي صلى الله عليه وسلم له، فهذا لا يكون من اتخاذ القبر مسجدا. فعل عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي في حجرتها، وإن لم ينقل صريحا إلا أنه يكفي عدم نقل الخروج في الصلوات الخمس. لو كانت تخرج في كل صلاة خاصة الفجر مثلا والناس متوافرون في المسجد وعائشة كل مرة تخرج إلى المسجد لتصلي فيه لنقل ذلك، فلما لم ينقل علم أن الأمر لم يتغير، لأن بعض المشايخ الفضلاء يذكرون في الجواب عن هذه المسألة أنه ربما كانت عائشة تخرج، وهذا كما ذكرنا بعيد جدا. لكن كما ذكرنا عائشة لم تصلي إلى القبر ولم تصلي في حجرتها من أجل القبر، بل لم تزل كذلك تصلي في بيتها وحجرتها وإن دفن فيها النبي عليه الصلاة والسلام. الذي امتنع هو أن تصلي إلى القبر أو تنوي التبرك والتعظيم للبقعة بالصلاة فيها، وكل هذا لم يرد قط ولم ينقل قط، فالحمد لله. أما أن تكون الصلاة اتفاقا التي بجوار القبر الذي كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسمى اتخاذ القبر مسجدا، فليس كذلك، لا قصد ولا بناء، البناء موجود قبل والمسجد أصلا موجود قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنه لم يقصد بناء ولم تقصد نية الصلاة عند القبر. وأما بعد موت عائشة رضي الله تعالى عنها فكما ذكرنا احتاج الناس إلى توسعة المسجد، فاشترى بعض الأمراء البيوت التي هي حجر نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأدخلوها في بعد بناء جدران عالية حوله، زيادة عرف الأمر بكلام أهل العلم. وكما ذكرنا أن
اتخاذ القبر مسجدا إنما يكون بالبناء عنده، وإنما يكون بقصد الصلاة فيه، وهذا لم يقع من أهل العلم كما ذكرنا بحمد الله تبارك وتعالى. ولو أن حرمت الصلاة في هذا البيت، وإن كان مكروها أن يدفن الإنسان في غير مقابر المسلمين إلا لعلة، العلة مثلا كانت في دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته خشي أن يتخذ قبره مسجدا، وعلة أخرى أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، ثم كان دفن أبي بكر رضي الله عنه بجوار النبي صلى الله عليه وسلم لأجل مكان النبي صلى الله عليه وسلم، نعني أن البقعة التي دفن فيها النبي عليه الصلاة والسلام صار لها فضيلة في الدفن فيها لمن تمكن، فكان أبو بكر رضي الله عنه وزيره الأول وخليفته رضي الله تعالى عنه فدفن بجواره، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يريد أن يدفن كذلك بجوار صاحبيه، وقد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تريد هذا المكان لنفسها، فآثرت عمر بن الخطاب به لمنزلته العظيمة ليكون مع صاحبيه في الآخرة في القبر في أول منازل الآخرة كما كان معهما في الدنيا. فهذه العلة، إنسان دفن في منزل لسبب، وإلا فالأصل أنه يكره ذلك وإن كان لا يحرم. بعض العلماء يقول لا تتخذوا بيوتكم قبورا، يحمل هذا على الدفن في البيوت، ويقول لا تتخذوها قبورا على ظاهرها لا تدفنوا في البيوت، والجمهور على أن لا تتخذوا بيوتكم قبورا أو لا تجعلوا بيوتكم قبورا بمعنى ترك الصلاة فيها، لأن القبور لا يصلى فيها. من هنا قلنا لو دفن إنسان في بيته لم تكره الصلاة في هذا البيت، وإنما يكره قصد القبر بالصلاة، أن يجعل القبر قبلة داخل المنزل، أو أن يأتي إنسان غريب من أجل أن يصلي عند القبر، غريب يعني ليس من أهل البلد أو ليس من أهل المنزل، يتعمد الدخول إلى المنزل لأجل الصلاة بجوار القبر. كما لو يعلم بعض الإخوة بعض رؤوس الطرق الصوفية طريقة قبر إمامهم مدفون في المنزل الذي كان يسكنه، وهم لم يبنوا مسجدا على قبره، وإنما يأتي أتباع الطائفة يدخلون إلى المنزل ليزوروا سيدهم وليصلوا هناك في المنزل الذي كان فيه لأجل القبر. وكما هو في بعض الطرق البدعية أيضا هناك من دفن في بيته واتخذ هذا البيت مزارا من أجل دفن هذا الشخص فيه، من اتخاذ القبور مساجد. أما أهل المنزل الذين دفن أبوهم أو فلا يكره لهم أن يصلوا إلا لو قصدوا التبرك، وإلا لو قصدوا القبر أن جعلوه قبلة، فهنا يكون قد اتخذ القبر مسجدا. فتبين بهذا أن ما فعله المسلمون من عهد الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم بقبر النبي عليه الصلاة والسلام ليس من اتخاذه مسجدا، وما كان في عصر الصحابة أنهم ما أدخلوا قبر في المسجد، وإنما أدخل في عهد مروان أمر عمر بن عبد العزيز الذي كان واليا على المدينة في زمن مروان أن يوسع المسجد النبوي، فوسعه أظن في عهد عبد الملك بن مروان، فوسعه ولم يدخل القبر قصدا، وفي الحقيقة كما ذكرنا لم يدخل حكما حتى في الصورة الظاهرة، إنما وسعوا المسجد من حول القبر، فالبقعة التي هي موجودة الآن إنما المعروفة بالمقصورة أدخلت شكلا وظاهرا في المسجد، والحقيقة أن المسجد تسعى من حولها وبقيت لها حكمها الخاص، لا يجوز نقل القبر ولا يجوز نقل المسجد، فاحتاج الناس إلى التوسعة بما ذكرنا. وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه ينبغي أن يرد الحال إلى ما كان زمن الصحابة
من أجل سد الذريعة، لكن عامة العلماء لا يرون لزوم تعديله، ويرون أن اتساع المسجد من حول القبر لأجل التوسعة ولا لأجل التعظيم للقبر، ويرون أن هذه التوسعة لا حرج فيها، وأن المسلمين لم يصنعوا شيئا منكرا لتوسعة المسجد من حول القبر. المقصورة الموجودة حاليا شملت بالإضافة إلى حجرة عائشة والجدار الخماسي الذي بني في عهد الأمويين، الجدار الخماسي خارج حجرة عائشة، بنوا جدرانا من جميع الجوانب، وفي الجانب الشمالي من القبر وفي الجانب الجنوبي من القبر، صح كده؟ الشمالي اللي هو عكس القبلة، الشمالي من القبلة جنوبا، في الجانب الشمالي من القبر بنوا جدارين التقيا في شكل خماسي مع بقية الجدران الثلاثة الأخرى، بقى شكل خماسي جدار ثلاثة جدران الأصلية بنيت خارج حجرة عائشة، والجزء الذي قد يستقبله المصلي بنوا جدارين على شكل يعني ضلعي مثلث التقيا بحيث لا يستطيع أحد أن يقصد القبر في الجملة يعني مباشرة. ثم أضيف إلى ذلك جزء من المسجد في عهد بعض السلاطين أظن قالوا ابن قلاوون أحد الأيوبيين أو المماليك، بنوا مقصورة أضيف إليها جزء من المسجد القديم واتسع من حولها وضم إليها باقي الحجرات حتى صارت المقصورة باتساعها الحالي، وهي مساحة كبيرة بلا شك أكثر مما كانت أيام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وممتدة في الاتجاه الشمالي المسجد امتدادا واسعا بعيدا عن القبر، بعيدا عن القبر، ولا يتمكن أحد بفضل الله من أن يدخل إلى القبر ليصلي هناك. هذه المسألة استفضنا فيها لأجل كثرة من يحتج ببناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على حاله الحاضر بجواز اتخاذ القبور مسجد، ونقول كل ما وقع من ذلك وقع بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك نقول يستحيل نسخ هذه الأحاديث لأنه لا نسخ بعد النبي عليه الصلاة والسلام، قد توفي عليه الصلاة والسلام وهو ينهى عن اتخاذ القبور مسجد في مرضه الذي توفي فيه، وكما سيأتي في حديث جندب أنه كان قبل أن يموت بخمس، فظل النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك. فمتى نسخت هذه الأحاديث ومتى ومن الذي يملك أن ينسخها، وهل يمكن بعد انقراض عصر الصحابة رضي الله عنهم أن ينسخ نص نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن اتخاذ القبور مسجد؟ هذا مستحيل، وزعم من يزعم أن ذلك منسوخ وأن المستحب هو بناء القبور على المساجد باطل ظاهر البطلان. كما ذكرنا المسجد لم يبنى من أجل القبر، وحتى بعد التوسعة لم يوسع من أجل ضم القبر إليه، بل وسع من حول القبر، واحتاط التابعون، احتاط عمر بن عبد العزيز ببناء الجدار الخماسي، واحتاط من بعد ذلك بزيادة مساحة أخرى مع أنه لا يحتاج إليها، ولو ضمت إلى المسجد لكان أفضل، لكن هذا هو الواقع الموجود، وهو لا يحتاج إلى تغيير عند الأئمة الأربعة وغيرهم، يكفي هذه الجدران المانعة من قصد القبر بالصلاة، ولو صلى بعيدا جدا فهذا لا يمكن أن يقال قصده بالصلاة أو نوى إلا في قلبه هو، وهذا يضره ولا يضر باقي المسلمين. الذي ينوي أنه من بعيد جدا يتخذ القبر قبلة فهذا يضر نفسه، يضره بنيته الفاسدة، ولا يضر المسلمين ولا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في غيره. قال القرطبي في التفسير في قول عائشة رضي الله عنها لعن عن النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال القرطبي أي لا تتخذوها قبلة فتصلوا عليها أو إليها كما فعل اليهود والنصارى، فيؤدي إلى عبادة من فيها
كما كان السبب في عبادة الأصنام. هذا كلام ظاهر جدا في مسألة العلة، وأن العلماء فهموا من العلة خوف التعظيم للميت حتى يعبد من دون الله، وليس من أجل نجاسة أجساد الموتى، فإن هذا لا يرد في حق النبي صلى الله عليه وسلم قط، ولا في حق الأنبياء، بل والصحيح أن بدن المؤمن لا ينبس حيا ولا ميتا. ولذلك ليست القضية مسألة نجاسة الأرض التي تختلط بعظام الموتى وصديدهم وبقايا لحومهم في اتخاذ القبور مساجد، ليس الأمر كذلك، بل لأجل خوف التعظيم. أما قوله تصلوا عليها أو إليها، إليها أشد، وعليها بأن يصلي على القبر، وهذا يشمل الجلوس عليه. وبعض الناس حاول تمرير مسألة بناء المساجد على القبور بهذا الفهم، وهو أنه يقتصر فقط هذا النهي على من جاء عند في مترين، ويقول من صلى عليه هو الذي قد اتخذه مسجدا، ويجعل ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من قوله لأم سلمة وأم حبيبة أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، أن ذلك مقصود أن يبنى مسجد على قدر القبر فقط. ومعلوم أن هذا ليس شأن كنائس النصارى، وأن هذا ليس شأن مباني عظيمة هائلة تتخذ فيها الصور، والمعلوم أن القبر هو كما ذكرنا ثلاثة أذرع في ذراعين أو نحو ذلك، متر في متر ونص، 2 متر. فكيف يفسر كلام النبي عليه الصلاة والسلام على خلاف ما صرح به؟ إزاي تقول إن المنهي عنه الصلاة على القبر فقط في المتر في مترين، وهو صلى الله عليه وسلم بيتكلم على الكنيسة التي فيها الصور والكنيسة الكبيرة والتي ذكرت أم سلمة وأم حبيبة بمن حسن بنائها؟ قال أولئك إذا كان إذا مات فيهم الرجل الصالح والرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، سمى البتاع ده كله إيه؟ مسجدا. أولئك وصوروا فيه تلك الصور، يبقى مش على القبر فقط، أولئك شرار الخلق عند الله. فكيف تحملون هذا على صورة ضيقة جدا لا تكاد تقع، بل ولا يتمكن منها أحد، خصوصا إذا كان البناء مرتفعا، يبقى هيجي إزاي يصلي على القبر فقط والناس يتسابقون إلى الصلاة في هذه البقاع لأجل ومن دمن بعدهم. فمثل هذا وإن كان صورة سيئة قبيحة وهو الصلاة على القبر مباشرة، إلا أن النهي يشمل غير ذلك. ووجود القبر على بقعة، ووجود المسجد على بقعة تشمل القبر وما بجواره، قد بني المسجد على القبر. بل الصحيح أنه لو بني بجواره ولو لم يكن داخله فقد بني من أجله تعظيما لصاحب القبر، فهذا لا يصح إلا أن يكون هناك فاصل كما مر مثلا يمر فيه الناس، ولا يقصد القاصد المسجد من أجل القبر، فهذا لا يقال قد اتخذ مسجدا. لكن لو بنوا بجواره كما في كثير من المقابر الموجودة بالقاهرة، توجد مقبرة ويوجد بجوارها مسجد، حتى مسجد المعروف بسيدي بشر، وعلى فكرة كلمة سيدي بشر مش مقصود بها إلا اسم المكان، ولذلك لا نتحرج في ذكر كلمة سيد أو سيدي أو نقول سيدهم لازم، لا ما يلزمش، هذا من باب التعريف وليس من باب اعتقاد السيادة فعلا، فسقه وفجوره وبدعته، فلا حرج من أن يسمى بالسيد. كرنا مقصود من أجل القبر، وبني المسجد من أجل القبر، فسواء كان بجواره أو داخلا فيه كمسجد البدوي والموسى بن العباس. الموسى بن العباس والبدوي الاثنين جوه المسجد، الاثنين المسجد داخل البناء، ومعظم مساجد الإسكندرية القديمة في بحري 7 مساجد تقريبا كل منها على قبر ولي مبنية بنفس الطريقة حول فين ده؟ بسيوني؟ الحمد لله، نسأل الله أن يزيل هذا البلاء عن المسلمين.
والله من قريب جدا أخبرني الإخوة أنهم حفروا، يعني كان هناك مسجد يبنى يعاد بناؤه بعد أن انهدم وبه قبر، والإخوة أخبروني أنهم وجدوا عظم كلب داخل المقبرة، تجد أن من فعل ذلك كان يسخر من المسلمين، وأتوا بمهندس الأوقاف لينظر إلى أن عظم كلب، ومع ذلك أبوا أن يزيلوا القبر وأصروا على أن يعاد بناء القبر مرة ثانية من أجل أنه عندهم مسجل من المساجد الأثرية التي بها إيه؟ أضرحة، وأضرحة عليها صناديق نزور، والنزور فيها فلوس، ونسأل الله العافية، لأن هذه الأموال تقسم سحتا بين من يأكلها سحتا، نسأل الله العافية. الإمام بتاع المسجد له نصيب، والخليفة بتاع الطريقة له نصيب، ومن يشرفون عليهم لهم نصيب، وكله نصيب من الحرام والعياذ بالله، فنسأل الله العافية. وهناك بعض القبور التي هي لقبور المشركين ويعظمها المشركون ويعظمها بعض المنتسبين إلى الإسلام. قبر أبو حصيرة قبل أن ينتبه له اليهود في أزمنة منذ 30 أو 40 سنة مولده، كان يحضره أكثرهم يحضرهم المسلمون. أبو حصيرة ده المسلمين هم اللي أرشدوا نبهوا اليهود عليه بتاع دمنهور ده على يعني أمره. طبعا دلوقتي خلاص بقت إسرائيل ترعاه رعاية رسمية، ولا بد من قبر أبو حصيرة ده من احتفالات سنوية، لكن في الحقيقة كان زمان كان المسلمين بيحضروا بذلك والعياذ بالله، فهو قبر رجل مشرك يهودي مشرك والعياذ بالله. وفي الزمن القديم أيضا في الصغر كان المسلمون يحضرون مولد مرجرجس ويذهبون إلى قبره الذي في كرموز، مثل ما يحضرون مولد السماك الذي بجواره، والنصارى يحضرون أيضا مولد السماك. ها؟ مين ده؟ السماك ده رجل صوفي، ده قريب مش بعيد، هذا فقه العنب ده. وهناك قصص أعجب وأعجب حول هذه المسائل، مش بس مسألة الكلب، هناك من قبر بجوارهم في على برضو مسمى قبر أبي الإخلاص اللي هو اسمه إيه؟ على الترعة مباشرة. هذا الرجل مات من حوالي 50 سنة فقط، ومن شهد من وجوده من يعني الذي شهد حياته ذكر أنه كان تاجر مخدرات و مسجل خطر في الدعارة والعياذ بالله. ها؟ نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. ما اللي كانوا عارفينه، كانوا عارفين أنه هو رجل فاسد وفاجر، ومع ذلك اتخذ مسجدا والعياذ بالله، ويتعمل له مولد ضخم جدا عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. أنا حصل لي خلط في رواية الحديث، أعني أن رواية حديث عائشة الأول لعنة الله على الصلاة اتخذوا قبور أنبيائهم، أنا قلت في الصالحين دي في حديث جندب، استغفر الله. رواية حديث عائشة في الصحيحين لعنة الله على الصلاة اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وإن كانت حديث الأول عائشة الأول يدل على اتخاذ القبر لإيه؟ على عبد الصالح، وهذا مشهور عندهم. لكن رواية ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، هي دي فيها قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا الحديث العظيم القدر وعظيم الأهمية في الرد على شر 3 فرق مبتدعة ظهرت في الأمة: فرقة الجهمية النفاة الذين ينفون صفات الرب سبحانه وتعالى،
فيقولون أن الله لا يحب ولا يحب لإنكارهم صفات الرب عز وجل بالكلية. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله قد اتخذني خليلا، وقال: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، دليل أن الله يحب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب ربه عز وجل. وبين سبب أنه لا يتخذ خليلا من أهل الأرض أن الله قد اتخذه خليلا، فكيف يتخذ غيره خليلا. الجزء الأول إثبات أن الله يحب، وقوله إن الله قد اتخذني خليلا يدل أن الله يحب، لأن الخلة هي المحبة الشديدة، شدة المحبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن الله أنه اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وثبت في الحديث الصحيح أن إبراهيم كان خليلا من وراء وراء، فدل على أن اتخاذ محمد صلى الله عليه وسلم خليلا أعظم من اتخاذ إبراهيم خليلا، وذلك أن إبراهيم كان خليلا أبعد، كان خليلا من وراء وراء. فهذا الرد على هذه الفرقة المنحرفة، فرقة الجهمية الضالة، بل قد أخرجها بعض أهل العلم من 72 فرقة أصلا. أما الفرقة الثانية التي رد عليهم فهي الرافضة، وقد قال: ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا. وقال في هذه الخطبة أيضا: كل خوخة تسد إلا خوخة أبي بكر. كل خوخة، وهي الباب الصغير، كانت لهم لبيوتهم أبواب شارعة في المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسدها جميعا قبل موته بخمس، إلا خوخة أبي بكر، من أجل الإشارة إلى أنه سيكون الخليفة بعدها. وهذا رد على الرافضة، لأنهم يلعنون أبا بكر ويسبونه ويزعمون أن يوم الخميس الذي كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أيام، يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد كتابة كتاب وصية لعلي، ورأى عمر رضي الله تعالى عنه ومن معه أن الأمر ليس على الوجوب، وأنه يكفينا كتاب الله، وأنه ربما من شدة الوجع بالنبي عليه الصلاة والسلام قد لا يستبين بعض الكلمات أو يفهمها بعض الناس على ما يشاء، فيتكلمون بكلام يقولون هذا الذي كتبه وهذا آخر يقول بل لم يقل ذلك، والذي كتب أخطأ، فقال: عندنا كتاب الله فيه الكفاية. فترك النبي صلى الله عليه وسلم كتابة هذا الكتاب وقال: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فدل ذلك، وهذا الحديث في الصحيح يدل على أنه قبل هذه الحديثة بيوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد منزلة أبي بكر. فكيف يزعم هؤلاء الزنادقة المجرمون المنافقون أن أبا بكر رضي الله عنه كان مرتدا؟ كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو أمام هذا الجمع: كل من كان له عندنا يد قد جزيناه بها إلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يجزيه الله بها يوم القيامة. يقول هذا أمام الناس جميعا في منزلة أبي بكر رضي الله عنه، ويقول أيضا: إن رجلا خيره الله بين ما عنده، بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. فقال أبو بكر: بل نفديك بأنفسنا وأهلنا يا رسول الله، وبكى. فكان أبو بكر أعلمهم بنص حديث أنس، يعرف مقصد النبي صلى الله عليه وسلم بقرب وفاته عليه الصلاة والسلام، وأنه أشار بذلك إلى نفسه، وفهمها أبو بكر دون باقي الصحابة. فكيف في هذه الفضائل المتعددة لأبي بكر رضي الله عنها يكون بعد ذلك مرتدا عن الإسلام، يحارب الدين ويزعمون أنه الطاغوت والعياذ بالله؟ والله هذا لا يصدر إلا من زنديق منافق فعلا، أو مغرور بهؤلاء الزنادقة المنافقين. ما اخترع هذه الأكاذيب في حق أبي بكر وعمر أنهما الجبت والطاغوت وصنميق ونحو ذلك إلا زنادقة منافقون ليسوا بمسلمين، وإنما راجت على الجهلة والمبتدعين ومرضى القلوب الذين كرهوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة قولهم الكفر، ولكن المعين منهم لابد من استيفاء الشروط. بعد إقامة الحجة يكفر الواحد المصر على بدعته وضلاله منهم.
ونسأل الله العافية. ما هو كلهم جهلة وأئمتهم أشدهم جهلا أيما كان. أما الطائفة الثالثة التي رد عليها النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة العظيمة الجامعة، وكأنه عليه الصلاة والسلام كان يلحظ ما ستبتلى به أمته، أو أوحي إليه ما ستبتلى به أمته من بعده في شأن انحرافات عن المنهج الحق، فكانت فرقة الصوفية الغلاء الذين يتخذون القبور مساجد. وبداية الأمر كان من الرافضة، والعجب أن الرافضة يجمعون الشر بأنواعه الثلاثة، فهم معطلة في الأسماء والصفات، وغلاة في الأئمة، وطاعنين في الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالبدع الثلاثة مجتمعة في الشيعة الاثنى عشرين: الطعن في الصحابة رضي الله عنهم، اتخاذ القبور مساجد، نفي صفات الرب سبحانه وتعالى، والصوفية الباب الخلفي لهم. وإذا علمت أن عامة أصحاب القباب في زماننا الذين دفنوا من أزمنة متطاولة كالبدوي والدسوقي والشاذلي إنما أتوا إلى مصر بعد انهيار الدولة الباطنية المسمى في التاريخ بالفاطمية، وكأنهم يريدون أن يعيدوا هذه الدولة مرة أخرى من خلال بث المناهج البدعية التي تمهد للغلو في آل البيت. وهذا أمر مشهور، الغلو في آل البيت عند الصوفية أمر شديد، وعامة المساجد التي يبنون عليها التي اتخذوها على القبور هي على قبور أئمة نسبوهم إلى أهل البيت، سواء كانت حقيقية كقبر الحسين أو رأس الحسين الذي زعموا أنه منقول من دمشق، أو أنه منقول من حيث قتل الحسين في كربلاء، ولا دليل على ذلك، بل قصة نقل رأس الحسين إلى يزيد قصة باطلة لا صحة لها. الصحيح أن الحسين دفن حيث قتل في كربلاء، وللحسين ثلاثة مقامات في العالم الإسلامي: مقام في كربلاء، ومقام في الشام، ومقام في مصر. فكيف يكون جسده موزعا هذه التوزيع العجيبة؟ وكما ذكرنا لم ينقل أن رأسه قد نقل، والمسلمون كانوا يعني رغم جريمة قتل الحسين يعني كانوا أبعد أن يفعلوا هذا بالرأس بعد موته، بل دفنوه حيث قتل ورحم رضي الله تعالى عنه ورحمه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فلأجل هذه المفسدة، يعني الوقوع في الشرك الأكبر والأصغر، حسب النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقة، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها، لأنها أوقات يقصد فيها المشركون الصلاة للشمس، فنهى أمته عن الصلاة حتى وإن لم يقصد ما قصده المشركون سدا للذريعة. وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بها فهذا عين المحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فإن المسلمين على ما علموه بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنها. ده في الأزمنة الأولى، أما في زماننا فصارت الفتوى البدعية بأنه يستحب بناء المساجد على القبور، نعوذ بالله. ابن تيمية يقول ما على المسلمين على ما علموه بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنها، وأنه لعن من اتخذها مساجد، وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك، وقد صرحت عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها. صرحت عامة الطوائف، النسخ المكتوب فيها صارت عليه الطلاق، وقد صرحت عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها، وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك، وطائفة أطلقت الكراهة، والذي ينبغي أن تحمل عليه كراهة التحريم إحسانا للظن بالعلماء. الرسول عليه الصلاة والسلام يلعن من فعل شيئا وبعدين يقول ده مكروه كراهة إيه؟ تنزيه. يبقى العالم ده أنت مش منتبه نهائيا إلى أن المكروه لا يمكن أن يلعن على فعله، إنما يلعن على الكبيرة.
وهذا لا شك فيه. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قول قول هذا الاصطفى. هل دفن أبي بكر وعمر بجوار النبي صلى الله عليه وسلم من باب التبرك بالمكان أم بمجاورة صاحب المكان؟ بمجاورة صاحب المكان، ولا شك أن هذا المكان صار له فضيلة بدفن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. صحة القول بأن المكان الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البقاع حتى من الكعبة، هذا لا دليل عليه. هذه بقعة لها فضيلة يدل عليها حرص الصحابة رضي الله عنهم وتنافسهم على الدفن فيها. أما أنها أفضل من الكعبة فهذا كلام نقله القاضي عياض بلا دليل. حكم إمام مسجد يسب عبد الملك بن مروان ويقول لعنة الله عليه والذي أدخل القبر داخل المسجد، هذا رجل ضال. عبد الملك بن مروان له حسنات وله سيئات، يلعن من أجل ذلك عمر بن عبد العزيز الذي يقع عليه الأمر. كان عمر بن عبد العزيز الذي نفذ هذا الأمر بالفعل، ثم ما زال الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وكل أصحاب أتباع وأهل الحديث يصلون في المسجد على تلك الحال، وما نقل حرف واحد في لعن من فعل ذلك. هل الصابوني له أخطاء في العقيدة؟ الصابوني يدس كثيرا من مسائل التأويل الأشعري في كتابه صفوة التفاسير وغيره. رجل دخل في صلاة العصر بنية الظهر، بعد الصلاة قام صلى سنة الظهر ثم ولم يصلي العصر مباشرة، هل هذا صحيح؟ لماذا فعل ذلك؟ لو كان ممن له الجمع فقد أخطأ، لأن الجمع يقتضي أن يصلي الظهر والعصر معا، وكان ينبغي إذا وجدهم يصلون العصر أن يصلي معه العصر، وهو معذور في اختلاف الترتيب لأن الصلاة التي أقيمت هي العصر. خلاص لا يعيد الصلاة. هل يجوز العمل في العراق في توكيل لإصلاح المعدات الثقيلة من أوناش وخلافه؟ الشركة الأصلية أمريكية حرامية يعني، سراق لثروات المسلمين، والتوكيل شركة مصرية. لا يقوم التوكيل بإصلاح أي معدات خاصة بالجيش الأمريكي حيث أن هذا خارج اختصاصه، ولكن ماذا تصنع هذه الأوناش؟ تبنى بها أماكن لمصلحة العراقيين؟ إن كان الأمر كذلك فنعم، وأما إذا كانت لمصلحة الأمريكان وجيش الأمريكان فلا يجوز هذا الأمر. سترة الإمام سترة للمصلين، نعم، لأن ابن عباس رضي الله عنه مر بين يدي بعض الصف ثم أرسل الأتان ترتع والرسول صلى الله عليه وسلم بمنى، ولم ينهه النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فأراد البهمة أن تمر بين، حتى مرت البهمة من خلفه فمرت بين يدي الصف الأول. قول هذا الصف.